صباح الخير مشاهدي قناة سمراء الفضائية، معاكم الشيف عمر البدراني من مطعم هبن في فقرة زاد وملح. طبختنا اليوم راح تكون شوية بها صعوبة مو مثل المعتاد. اليوم طبختنا راح تكون سمك السلمون مع صوص الوايت والماشروم، اللي هو صوص الوايت الكريمة مع الماشروم اللي هو الفطر. خليكم معي، راح ننتقل للمقادير. مقادير مثل ما موضح بالصورة الآن: سمك سلمون، فطر قطع بهذا الشكل، سن واحد ثوم، بطاطا مهروسة بوريه. طبعا ان شاء الله بالحلقات الجاية راح اشرح عنها وراح اخصص حلقة كاملة عنها. عندي هنا الزيت، عندي كريمة، وعندي هنا الزبدة، عندي هنا الاوريجانو، ملح، والفلفل الابيض، والماجي، والفلفل الاسود، والروزماري، والبقدونس الناعم. خليكم يا راح انتقل لطريقة العمل مثل ما موضح بالصورة. راح انتقل وياكم لطريقة العمل. بس بالبداية رحب برامي، نسيت ارحب بيه. زبدة عندي هنا كمية بسيطة، انزل وياها زيت ايضا بكمية بسيطة. هنا راح ننزل بسن الثوم. طبعا اني اخلي سن ثوم لان ما راح استخدمه داخل الطبخة، راح اخذ بس مستخلص مالته او ريحته او القيمة اللي بيه اللي بداخله. فلما يتشوح الثوم يبدي تطلع الريحة مالته، فابدي اخذ من الزيت لان راح تنزل كل القيمه مالته بالزيت، فاستخدمها للسلمون. بعد ما نزلنا الزبده مع الثوم راح استخدم سمك السلمون، راح ينزل بهاي الطريقه. طبعا سمك السلمون يحب درجه حراره متوسطه، بس بالبدايه اني تعمدت انه اخلي درجه الحراره عاليه حتى الجلد مالته ياخذ استقراره داخل النار او داخل الطبخه. بس يبدي ياخذ شويه راح نبدي ننزل بقيه مكونات او بقيه التوابل، اللي هي راح نتبله بشويه ملح، طبعا بس على الوجه مالته. بعدها على لما نقلبه على الوجه الثاني ايضا راح ياخذ نفس التوابل. فلفل اسود رشه خفيفه، عندي الروزماري هنا أنا راح ينزل كميه بسيطه ايضا. طبعا الثوم مع الروزماري راح ينطيني ريحه وطعام كلش طيب. سمك السلمون من انواع السمك اللي استواءها جدا سريع، فممكن بطريقه التشويح يستوي عندي السلمون. هسه الثوم انتهى دوره، الثوم عندي انتهى دوره، ذاب كل القيمه مالته وذاب كل الرائحه مالته. السمك استوى عندي من الجهه الثانيه، راح نقلبه على الجهه الثانيه. وايضا نفس الحالة راح اشرش عليه الزيت او السمنة او الزبدة عفوا اللي بيها المستخلص مال الثوم مع الروزماري. هسه شنو راح نسوي؟ راح ننزل بقية المكونات السوائل اللي هي الكريمة مع الماجي عفوا مع التوابل مع البقدونس مع الفطر نفسه. طبعا هنا أنا وصلت درجة حرارة معينة، انه بعد ما تقدر تاخذ درجة حرارة اكثر السلمون، وصار عندي استواء كامل للسلمون. راح انزل بقية المكونات. تفضل شيف رامي، شنو راح تنزل اول شيء؟ يعني بعد الفطر اكيد. الفطر راح نشوحه. حلو، الفطر راح نشوحه ونقليه بنفس الزيت او الزبد اللي استخدمنا به الثوم والروزماري. بعدها راح ننزل السوا، راح اترككم ويا رامي يكمل لكم باقي الطبخه. تفضل رامي. بعدها راح ننزل الكريم على الفطر. نعم. هسه وقت مناسب انه تنزل الكريم.
حلو عاش سيدة، كان كمية جدا مناسبة. المرحلة اللي بعدها انزل بالبهارات بالضبط. ماجد دجاج، حلو، شوية من الروزماري، بس كلش كافي. ان كان عندك انت روزماري بالداخل وعندك الاوريجانو لا تنسى ايضا، كميه جدا قليله كلش كافي هذا، بس عمود تنطيني الروائح. هسه راح نبدي نقلب الصلصه عليه. طبعا الكريمه مع الفطور تنطيني طعم، تنطيني رائحه جدا قويه، والكريمه على درجه حراره ضعيفه او متوسطه راح تبدي عندي تتحول الى كميه سائله جدا ثخينه. طبعا الرماح الشيف عمر ساحر، مو بس شيف يعني حبيبي، ما بحب السمك كثير وحاب اني لفه. حبيبي حبيبي، وانا الطبخه راح اخلصها اخليك تاكل. هذا البقدونس عندنا، طبعا بقدونس على مود يحيلي الصلصه او يعطيني لون انها لها عفوا. صار عندنا السلمون جاهز، والسلمون ذكرت انه من الاسماك اللي سريعه الاستواء، يعني حتى اكو اطباق عالميه ممكن ينزل بها السلمون ني، والروبيان نفس الحاله. هسه الصلصه جاهزه والسلمون جاهز. طبعا انا استخدمت كميه قليله من السلمون لان ما اردت استخدم كميه كبيره والكوستي صعد عندي، وبعدين المشاهدين يقولون ورطتنا وخليتنا نجيب سلمون وطلع غالي. راح نتحول وياكم طريقه السكوب، خليكم ويانا. بطاطا البوريه جاهزه عندي، او الماش بوتيتو، البوريه تكون تكون اطرى من هيك، وتكون يعني احلى من هيك، تكون قوامها يعني كلش سلس. طبعا بوريه بطاطا ذكرت انه ان شاء الله راح اخصص حلقه كامله بس بيها، او فقره كامله عن البطاطا البوريه وشلون يتم تجهيزها. صار عندي طبق السلمون جاهز، سلمون بصوص الكريمة والمشروم الفطر. أنصحكم تجربوه، كلش طيب وكلش راقي، لكن كوستة عالي. تحياتي لكم، وانتظروني بوصفات جديدة، طبخات جديدة على قناة سامراء في مطعم هيفن، في فقرة زاد وملح. كان وياكم الشيف عمر البدراني مع الشيف رامي الحلبي، تحياتي لكم.